السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجل الكريم على آله. أهلا 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 بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في العالم كله، وحلقة جديدة من حلقتنا في باب نور على الهواء مباشرة. النهاردة أول حلقة مع حضراتكم في شهر رمضان المبارك. كل سنة وكل لحظة وكل يوم وانتم بخير وصحة وستر وعافية ورضا وقرب من المولى عز وجل. رمضان زي ما بنقول كمصريين، رمضان كريم علينا جميعا يا رب إن شاء الله. بيسعدني ويشرفني أكون مع حضراتكم يوم الجمعة والسبت الساعة 3 بتوقيت أم الدنيا، طبعا على شاشتنا شاشة قناة هي، وكمان احنا موجودين في نفس اللحظة مع حضراتكم دلوقتي من خلال صفحاتنا على الفيسبوك، صفحة قناة هي وصفحة قناة هي لايف وصفحة الفقيرة إلى الله، فتقدروا تتابعونا من أي مكان وملكوش حجة. في البداية عايزين نفكر بعض قبل أي حاجة كده، الحمد لله نحمد ربنا سبحانه وتعالى إننا أدركنا شهر رمضان، إن احنا حصلنا على الفرصة العظيمة إن احنا نبقى النهاردة كده مع بعض على الهوا في شهر الخير ومضاعفة الحسنات والثواب وكل حاجة حلوة. كان زمان الصحابة والسلف الصالح أشد وأكتر ناس فرحا بقدوم شهر رمضان الكريم، لأنه من مواسم الخير اللي كلنا عارفينه وبنحفظ ولادنا بتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. فالموفق الحقيقي هو اللي يحسن استغلال شهر رمضان الكريم، يحاول كده بقدر الإمكان، وأنا أولكم تقصيرا بس بقول نحاول نبقى عداد حسنات شغال في شهر رمضان الكريم. أي حاجة أنت بتلاقي إن قلبك بيروح لها ومرتبط بيها اعملها. في حد شاطر قوي في صلة الأرحام، دايما تلاقي كده كل واحد مثلا في جروب العيلة ده أكتر واحد بيعيد ويسأل على ده ويروح لده لو كان عيان. لو أنت ده مدخلك وده الباب اللي بيريحك وفي ثواب عظيم توكل على الله. في حد تاني شاطر في قراءة القرآن قوي، في حد تاني عاشق للذكر، في حد تاني ربنا اختصه لقضاء حوائج الناس، فتلاقيه في شهر رمضان كأنه كده مغناطيس بيدور على ايه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وايه اللي الناس محتاجاه ويساعدهم فيه. حديث شريف قاله لنا حبيبنا وسيدنا حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا كلنا بنصوم رمضان، بس هل إحنا كلنا بنصوم إيمانا واحتسابا، ولا بنصوم كده عشان نتعودنا وكبرنا وتربينا وأركان الإسلام عارفينهم 5 فلازم نصوم رمضان وبقى الموضوع عادة وليس عبادة؟ زي ما دايما بقول وكلمتي المشهورة، تعالوا نجدد النية. كل واحد بيسمعني النهاردة نجدد النية في كل أعمالنا، نحمد ربنا أول حاجة إن ربنا اختصنا وخلانا من صائمين هذا العام، اللهم بلغنا ليلة القدر بإذن الله ويتم علينا كده رمضان بخير. تاني حاجة نقف وقفة كده مع نفسنا وإحنا بنجدد النوايا في كل العبادات، في الصلاة، في جبر الخاطر، في صلة الرحم، في أي حاجة، في الإطعام، أي حاجة بتعملها جدد نيتك فيها من النهاردة واستغفر ربنا على أي تقصير فيما مضى، وبإذن الله ربنا يكرمنا ويقدرنا إن إحنا نعبده حق عبادته. مش عارفة إزاي بس إحنا بنجتهد وبندعي. دعوة لازم كلنا نبقى فاكرينها في شهر رمضان الكريم، كل يوم وكل ليلة ومع كل فريضة صلاة وإنت بتفطر وإنت بتصلي الفجر وكل وقت وكل حين: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أصل إحنا من غير ربنا مش هنعرف نعبده. إحنا بنقف على سجادة الصلاة 17 مرة في اليوم بنقول إياك نعبده وإياك نستعين، يعني إحنا لو ما فيش استعانة برب العزة سبحانه وتعالى مش هنعرف نعبد. فبإذن الله تعالى كده نبدأ نجدد نوايانا وإحنا بنعمل أعمالنا نعملها إيمانا واحتسابا. يا رب يا رب بإذن الله يكتبنا من عتقائه. مش عايزين نستنى ليلة القدر، إحنا عايزين نعتق النهاردة، وربنا سبحانه وتعالى وعدنا إن في عتقاء كل ليلة من ليالي رمضان. محدش عارف إحنا هندرك ليلة القدر ولا لأ، بس اللي إحنا عارفينه اللحظة دي أنا فيها فين، أنا حي،
يبقى ألحق نفسي دلوقتي. كل ما تفتكر ذنب عملته، أو يا سيدي وانت قاعد كده راكب العربية، راكبة مواصلات، بتطبخي، مع ولادك في التمرين، بتذاكري لهم، استغفري ربنا سبحانه وتعالى عن الذنوب اللي فاكرينها واللي مش فاكرينها، لعلها ساعة إجابة، وبإذن الله ربنا يقبل توبتنا، وبعد التوبة دي تبقى صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة بعد الفاصل هيكون لينا لقاء، ولقاء مفتوح مع حضراتكم وبيكم وليكم، مع إحدى علمائنا في الأزهر الشريف، بينورنا على الهواء مباشرة. تقدروا من خلال أرقامنا اللي هتظهر أمام حضراتكم على الشاشة بعد قليل تتواصلوا وتسألوا كل أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية، ويرد عليكم بإذن الله تعالى. تيجوا بقى نطلع مع بعض الفاصل ونرجع تاني ونبدأ حلقتنا إن شاء الله على خير. يلا هنطلع مع بعض الفاصل ونرجع تاني، بس اوعوا تنسوا نصلي مع بعض على الحبيب. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة في باب نور، وأولى حلقات شهر رمضان المبارك. وبما أننا دايما بنفتتح الشهر الكريم وبيجري بسرعة جدا، عايزين نلحق نفسنا. كل تليفوناتكم وأسئلتكم الفقهية اللي أنا عارفة أن أنتوا بتنتظروها من يوم للتاني علشان يجي لكم الرد من المكان الموثوق فيه، هنبدأ في تلقيها دلوقتي حالا. تليفوناتكم كلها إن شاء الله أهلا وسهلا بيها. ومعانا النهاردة أحد علمائنا في الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ كارم ممدوح. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا وسهلا دكتور هانسي، وحضرتك بخير وصحة وسلام. رمضان كريم علينا ومبارك علينا الشهر إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. آمين يا رب. أول حاجة، أكيد طبعا السؤال ده بيجي لحضرتك على طول، كلنا بنبقى منتظرين شهر رمضان عشان تغفر فيه ذنوبنا. تمام. شهر بقى حسنات ومضاعفة والكلام ده كله، هل في شروط لمغفرة الذنوب في شهر رمضان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا، وزدنا يا رب علما. اللهم آمين. أولا، شهر رمضان شهر تغفر فيه الذنوب، وشهر تفرج فيه الكروب، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، شهر تغفر فيه الذلات، وشهر يرضى فيه رب الأرض والسماوات عن الجميع، شهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، أقبل على الله بكل خير، أقبل على الله بالتوبة، أقبل على الله بالإقلاع عن الذنب، أقبل على الله بأن تحمل في قلبك كل حب وكل خير لجميع المسلمين. طب الإنسان من الممكن يقول: طب أنا عايز دلوقتي يعني جميع ذنوبي تغفر، هل في حاجة معينة ممكن أعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب، أو أن أنا أضمن أن ربنا غفر هذه الذنوب؟ نعم، أول حاجة الإقلاع عن الذنب. جميل. ده أول شرط. يعني أول شرط من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، أن أنا أترك هذا الذنب. ما ينفعش خالص ان انا اقول: يا رب سامحني، يا رب توب عليا، يا رب اغفر ذنوبي، وانا لازلت مستمر على هذا الذنب. انا مش ما ينفعش خالص ان انا كل يوم اعمل هذا الذنب ومستمر على هذا الذنب، وادعو واقول: يا رب معلش توب عليا. طب ازاي ربنا هيتوب عليك وانت لازلت مصر على هذا الذنب؟ طب ساعات البني ادم بيكون ضعيف يا مولانا، ويقول مثلا لو بنتكلم على الصلاه، حد مقصر في الصلاه يقول مثلا ايه: ادعوا لي ربنا ياخد بايدي. الواحد مقصر في الصلاه، فبيبقى عارف انه مقصر ولسه مقصر، ولكنه بيندم ويتوب، يعني ظنن منه ان هو كده ندم وتاب على تقصيره في الماضي. تمام. الندم طبعا حاجه جميله جدا، وده شرط تاني من شروط المغفره. يعني ده رقم اتنين. رقم اتنين. يبقى الشرط الاول الاقلاع. طب انا دلوقتي راجل مقصر في الصلاه وبقول له: فلان يا شيخ ادعي لي، يا دكتوره ادعي لي، يا اي حد ادعي لي، عايز اقول لحضرتك انت يعني اقبل على الله بقلبك، لو راى الله سبحانه وتعالى من قلبك خيرا لوفقك الله الى هذا الخير. لو ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قلبك ووجد انك في قلبك فعلا انت محتاج تقرب من ربنا، محتاج تصلي، محتاج تتعرف على ربنا في شهر الخير، محتاج يعني تتلذذ بهذه العباده وتتشوق الى الله بقلبك، الله سبحانه وتعالى ياخذ بيدك. ولكنك اقبل بس، انوي بس، روح لحد المسجد بس، حط سجاده الصلاه وقول الله اكبر. هذا هو الاول. يبقى الاقلاع وترك هذا الذنب وترك هذه المعصيه، ثم بعد ذلك الندم. ان الانسان يندم، يندم يعني ندم حقيقي وليس كندم الثعالب، يعني هذه الدموع التي نراها من الممكن أن تكون دموع تماسيح في الإنسان، من الممكن أن يعني يندم ويبكي، ولكن هذا البكاء ليس بكاء حقيقيا. البكاء الحقيقي هو إذا ما خرج من القلب اطلع الله على هذا القلب فوجد في هذا القلب خير. عشان كده سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا عن دمعتين غاليين جدا جدا جدا، قال: وعين بكت من خشية الله. العين اللي تبكي من خشية ربنا هي العين اللي استشعرت حلاوة الأنس بالله. العين اللي تبكي من خشية ربنا هي العين التي عاشت بالخشية مع الله. العين اللي تبكي من خشية ربنا هي العين الذي نزل فيها الندم والحسرة على هذا الذنب، وقالت: يا رب أنا ضعيفة، يا رب أنا يعني نفس المسكينة، نفس أمارة بالسوء، يا رب، يا رب أنا أتوب ثم أرجع إلى هذا الذنب، يا رب أتوب وأرجع إلى هذا الذنب، يا رب خذ بيدي إليك يا رب. فإذا ما رأى الله هذا الانكسار وهذا التذلل والافتقار بين يديه تاب الله عليك، وكان هذا سببا من أسباب المغفرة لكل الذنوب ولكل المعاصي. ربنا يتقبل منا جميعا، ونتوب إلى الله توبة نصوحة دلوقتي، ونندم على ما فعلنا، وبإذن الله ربنا ينظر لقلوبنا ويجدها صادقة وناوية على ألا تعود لهذا الدم، وبإذن الله ربنا يغفر لنا جميعا. طيب ناخد أول اتصال معانا من أستاذة أمل من المنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا أستاذة نانسة، أنا بحب حضرتك قوي يا أستاذة نانسة، وكان نفسي في يوم من الأيام إني أكلمك، كان بموت فيكي يا حبيبة قلبي، أحبك الذي أحببتيني من أجله، أنا كمان بموت فيكي يا أمل. نفسي أكلمك شخصيا يا أستاذة نانسة، نفسي يا حبيبتي كده. أنا أهو أنا قاعدة قدامك أهو، قولي لي أموري يا أستاذة نانسي. بصي أنا واجع عليا ظلم يعني جوزي، بس زي ما أنا هطول عليك يا أستاذة نانسي عشان تعبت نفسيا، أنا هصيم رمضان ومش هادية يعني. أنا جوزي كنت اتطلقت منه قبل كده، فكان ليا جايمة عنده 40,000، رحنا اشترينا حتة بيت، رحت رجعت له تاني، رجع له تاني، قادلنا أربع قادلنا خمس سنين رجع له تاني بعقد جديد وكده. المهم عاد كنا لما ندور على بيت اشترى بيت، المهم كان موعد أهلي وخالي قبل ما يموت إن المبلغ اللي معايا ده يوم ينشتري البيت هيكتب لي فيه الفلسات اللي هم دلها باسمي. بس صدف يوم اللي الأستاذ نانسي لقيته مشتري البيت وكتبه باسمه هو، وقال لي هكتب للعيال، لا طلع باسمي ولا باسم العيال ولا بأي حاجة خالص، وطلع باسمه هو. بعد كده يا أستاذ نانسي عاد يعني كل ما أقول له ولا فرق معايا، أقول له حرام عليك أنت الظلام في أمك ما اديتكش مراس، أنت كده برضو ظلمت نينة، ظلم ومظلوم. يقول لي ما يهمكيش، أنا عارف الكلام ده ويدي. دلوقتي يا أستاذ نانسي برضو كان وجع عليا ظلم من أمه، ولحد دلوقتي ظلم معنا ونفسي، واتهموني بحاجات كتير، وخدوا هدومي وأنا مطلقة لحد دلوقتي، أما شافها لما رجعت له تاني رجعنا البيت، لحد دلوقتي يا أستاذ نانسي أما شاف هدومه وشاف كل حاجة أما كاد أما اتحرج يا أستاذ نانسي منهم، بس أنا مش قادرة أن أسامح. فجاز دويتي يا أستاذ نانسي أنا ماخد تكافل وكرامة، راح اشترطنا تاني إن هو طالما ما وفاش بعهده وطلع ندل معانا في الحتة دياتي، إن قبض تكافل وكرامة ده ملوش دعوة بيه، هو لما يصرف عليا ولا يوديني للدكتور، لا عيط لي يقول لي مالك، ولا يقول له خدك شوف ولا أي حاجة. فدلوقتي قالوا لي خلي القبض معاك دويتي، تحتاجي مني يا بنتي تجيب اللي أنت عايزاه منه. طيب هسألك على حاجة، نانسي إن القبض دويتي كده ملوش دعوة بيه، هو مش هيصرف عليا خالص، ملوش دعوة بيه، لا يكلمني ولا يحكينا عليا حاجة تحصل. طب قولي لي يا أمل، في مشاكله ولا أدرى، أهم حاجة يحق مرض خاله، سر مرض خاله، مش قصدي كد منها يا أستاذة نانسي. طيب بسألك سؤال يا أمل، ده كله وبعدين أمي يا أستاذة نانسي، أمي ظلماني، أمي أنا بصي إحنا هنطلع من البيت، اشترينا بيت وهنطلع منه، بس بات على الجد يعني كده اشتراه لنا. مش هو ده البيت يا حبيبتي اللي كتبه باسمه واسم الولاد؟ مش هو ده البيت اللي كتبه باسمه واسم الولاد اللي انت مشاركه فيه؟ لا هو ما كتبوش باسم الولاد، كتبوا باسم هو بس. بس قال لك انه ده عشان خاطر الولاد، كان مواعدنا ان هيكتبوا باسمي او باسم الولاد، لا طلع باسمي ولا باسم الولاد. طيب انت مشاركه في المبلغ ده بره يا استاذه نانسي؟ طيب اللي كتبه باسم هو. طيب معلش ثانيه واحده بس يا امل، معانا العهد. حاضر ثانيه يا حبيبتي، مش عاملني مره يا استاذه نانسي، مش هيحكيني ولا يكلمني ولا يقول لي مالك، ده من يوم ما خدته ومن قبل ما اتطلق هو معايا كده. طيب معلش يا شباب، بس لو سمحتوا تعملوا ميوت عشان بس الحق اسال. تمام دلوقتي يا استاذه امل، حضرتك شاركتي بالمبلغ اللي بتقولي اللي هو كان 40,000 جنيه عليكي عليه هو ليكي من الاول، فانت اعتبرتي ان ال 40,000 دول مشاركه في البيت صح؟ ايوه. طيب وهو ما كتبش ده، وانت دي حاجه مزعلاكي ان هو ما كتبش حقك صح كده؟ ايوه. طيب سؤالك دلوقتي، هل يجوز ان انت ما تبقيش مسامحاه ولا لا، ولا عشان الموضوع طويل قوي ومتشعب واحنا عايزين نلحق نجاوب عليكي برد كده يريح قلبك؟ يا استاذ نانسي بصي انا هم اتعامل معاه كل حاجه، بس شايله منه في قلبي. ما تقوليش حاجه اسمها سامح يا استاذ نانسي، ما تقوليش اسامح، لا يوم القيامه لازم حقي وحق امه وحق اللي عملوه فيا هختص منهم. ماشي انا مش عايزاه في الدنيا، ان انا كده ماشيه من البيت. انا عايزه اشوفهم في الاخره، عايزه اختص.
حاضر يا حبيبتي، ربنا معاكي والله. شكرا يا امل من المنيا. مش قادره تسامح، حاسه انه الظلم وقع عليها من حماتها، وظلم مالي كمان، فلوس شاركت بيها ونكرهم والكلام، واضح انها شايله قوي. لا شك طبعا ده ظلم، يعني ظلم بين، ظلم فاحش، ظلم شديد جدا جدا جدا. المراه في الاصل ان الله سبحانه خلقها ضعيفه، المراه من الاصل محتاجه الانسان يعني للاسف يعني يقف يساندها. هذا الزوج الاولى به ان يقف مع هذه الزوجه، ولا يجوز له ابدا ان يستحيل مال هذه الزوجه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامه، وكما ان الحسنات في شهر رمضان تضاعف كذلك السيئه تتضاعف. لا يا ابو ابيض، يعني الحسنه في رمضان بعشره وسبعين ويضاعفها الله لمن يشاء، كذلك الذنب يتضاعف. لا، الذنوب بتتضاعف في شهر رمضان. أيوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لربكم في ايام داركم لنفحات الا فتعرضوا لها. العلماء قالوا التعرض لله في شهر رمضان يكون بالخير وليس بالمعصيه. جميل. فاذا ما تعرض الانسان لربه في شهر رمضان بمعصيه ضاعفها الله له. سلم يا الأصل رب. ان السيئه تكتب سيئه، ولكن في شهر الطاعات وشهر الخيرات السيئه يضاعفها الله سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الشهر. طيب دلوقتي لو الزوج ده، احنا طبعا ما بناخدش سايدز او ما بناخدش جانب حد صد تاني، لازم نسعى على الطرفين، لكن هنفترض ان الزوج حسن النيه، وهنا مش بدافع عنه انا ما اعرفوش، ولكن بنحط نفسنا في مكانه، وبيقول مثلا، او حضرتك عارف في الصعيد وفي اهالينا في الاماكن في الكوره بيبقوا دايما عندهم الحته بتاعه ان الراجل ازاي يعني انا اسم البيت يتكتب باسم انا ومراتي، لا ما انا كده كده ما انت عارفه انا مش هروح في حته، ده ليا ولاولادي. هل النهارده يجوز شرعا ان الزوج في مثل هذه المواقف انه يرفض انه يكتب حاجه باسم مراته؟ الاسلام اقر للمراه ذمه ماليه، المراه لها ذمه ماليه امام الله وامام هذا الشرع الحنيف الذي نتعبد الى الله سبحانه وتعالى به. هذه المراه من سؤالها بتقول لي 40,000، ومن ضمن الاسئله برضه اللي هي بتقولها انه لا ينفق عليها، والاصل في الزوج ان ينفق على زوجته، ده الاصل. الله سبحانه قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالقوامة ليست السيادة، القوامة ليست عنترية، ولكن القوامة هي الأنس، الاحتواء، القوامة هي الإنفاق، القوامة هي السكنة، القوامة هي المودة، القوامة في هذا الشهر الكريم أن تجتمع الأسرة على مائدة واحدة، يعني تحلو هذه الأسرة وتحلو هذه المائدة الرحمة والمودة التي من أجلها أسس الله سبحانه وتعالى وأقام الله هذا البيت. فلا خير في بيت ليس فيه أنس ولا مودة ولا رحمة. طيب سؤال سريع جدا قبل الفاصل، هل أي إنسان تعرض لظلم شديد بصفة عامة، هل النهاردة ده ومش قادر يسامح، هل ده يؤثر على أجر صيامه إنه مش قادر يعفو؟ هو مظلوم، هو إنسان وقع عليه هذا الظلم، واخد بال حضرتك، وهو مظلوم، ولكن هذا الإنسان لا يشغل نفسه بهذا الظلم في هذا الشهر، هو يعني يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، ثم بعد ذلك إذا عرفت أهل الصلاح من أهله أو من أهلها، يعني يذهب إليه أحد من أهل الصلاح، يذهب إليه يأخذ بيده، يعني يعلمه حقوق هذه المرأة ويعرفه حق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرم حضرتك ويتقبل منا ومنكم جميعا. أستأذنكم نطلع مع بعض الفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى. وما تنسوش قبل ما نطلع نصلي مع بعض على الحبيب. بما أننا في شهر الخير اللي بتتضاعف فيه كل الأعمال الصالحة، وكلنا بنبقى مقبلين قوي على كل الأعمال والعبادات، لأن الحسنة بعشر أمثلها ويضاعف لمن يشاء، يمكن من أفضل الأعمال الصالحة هي الصدقات. ناس كتير بتكون نفسها في مصادر موثوق فيها إنها تطلع صدقاتها عن طريقها، وتبقى متأكدة إنها بتروح للي يستحقها. ليه؟ لأن مش كل حد حوالينا يستحق. الناس اللي احنا ماشيين شايفينهم في الشارع دول ممكن يبقى بيجمع منك ومن غيرك، وما بقولكوش مش بمنع ان انتوا تطلعوا خير في كل مكان، ولكن تخيل ان في ناس بيجي لهم حاجات كتير قوي، وفي ناس في اقصى اماكن بعيده في مصر مش لاقي حد يوصل لها. عشان كده احنا النهارده في باب نور معانا مؤسسه فيكم الخير. مؤسسه فيكم الخير هتساعد كل واحد فينا النهارده نفسه يكفر عن ذنب، نفسه يعمل صدقة جارية لوالده أو والدته أو أي حد منتقل، نفسه أنه هو يتقرب إلى الله في شهر رمضان الكريم، أنه من خلال المؤسسة الموثوق فيها فيكم الخير يقدر يتصل بيهم، وبإذن الله يكونوا يعني عون ليه في العمل الخيري اللي هو عايز يشارك فيه. وطبعا
بيشرفنا من خلال مؤسسة فيكم الخير فضيلة الشيخ كارم ممدوح من علماء الأزهر الشريف. بنجدد ترحيبنا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور، الله يبارك فيك. أهلا بحضرتك. أولا يا مولانا، أي حد بيسمعنا النهاردة حابب يعرف الأنشطة اللي بتقدمها المؤسسة؟ لا شك طبعا أن ده باب من أبواب الخير زي ما حضرتك تفضلتي وتكرمتي في هذه المقدمة الطيبة الجميلة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الله. لو أنا خايف من أي ابتلاء، لو أنا خايف من أي مصيبة، لو أنا خايف على نفسي أو على أولادي أو على مالي أو على أهلي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك افتح مشروع بينك وبين ربنا. المشروع ده هو صدقة من الصدقات، خاصة إذا كانت هذه صدقة لمصدر معلوم وموثوق. أهم حاجة. ومؤسسة فيكم الخير طبعا من المؤسسات بفضل الله اللي بتنزل على أرض الواقع تلمس حاجات المحتاجين والمساكين واليتامى والضعفاء. بفضل الله لنا كشافة في كل المحافظات في ربوع مصر، تنزل عندنا بفضل الله كشافة في بني سويف، في الفيوم، في المنيا، في جميع محافظات الصعيد وغيرها. الناس دي بفضل الله تعالى بتجيب بيانات بفضل الله للاسره دي، الاسره دي محتاجه، مفيش عائل لها، مفيش دخل لها، بننزل احنا بنفسنا بنشوف الاسره دي فعلا، وبفضل الله تعالى بنقدر نلمس من اهل الخير مساعده ايه؟ مساعده هؤلاء. طب ايه سبب ده؟ انا عملت ذنوب كتيره جدا جدا، ولسه بنتكلم على تكفير الذنوب وازاي اصل لدرجه المغفره في هذا الشهر الطيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أكرم الناس وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان، حتى أن جوده كالريح المرسلة من شدة العطاء والبذل والخير الذي كان يسعى إليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألف في شهر رمضان أتاكم شهر مبارك، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفتح أبواب الجنان وفيه تغلق أبواب النيران وفيه تصفد الشياطين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وينادى فيه مناد: يا باغي الخير أقبل، أقبل على الله بصنائع المعروف، أقبل على الله بالصدقة، أقبل على الله بتفقد المساكين، أقبل الله، أقبل على الله سبحانه وتعالى بأن تنال المغفرة وأسبابها إذا نظرت إلى هؤلاء نظرة رحمة. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب تعالوا نطلع مع بعض نتفرج على تقرير ونعرف ايه هي أنشطة مؤسسة فيكم الخير، ونرجع تاني على الهواء مباشرة بعد قليل نكمل حلقتنا وفيها محاور مهمة جدا. ما تروحوش في اي حتة وانتظرونا، بس ما تنسوش تصلوا على الحبيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة من ربنا لينا كلنا، رسالة من ربنا جات لنا النهاردة على الطريق أو عن طريق مؤسسة فيكم الخير. ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسالة كلنا بيقول لك خلي بالك في أسرة وفي ست اسمها الحاجة أم باسم، أسرة مكونة من 5 أفراد محتاجانا، محتاجة لتبرعاتنا، محتاجة لصدقاتنا، محتاجة إن احنا ننظر إليها نظرة رحمة. عايزين نشوف مع حضراتكم دلوقتي الحاجة أم باسم وإزاي نساعدها وهي المعاناة اللي هي بتمر بيها. السلام عليكم. ازيك حاجه مباسم؟ سلامك شيء. والله ربنا لي عاده بالايجار وعايزه تعملي لي سقف الاوضه وتعملي اوضه لجوز وحمام وعايزاكم تساعدوه، بس يا شيء والله ما عندي دولاب ولا سرير ولا اي شيء خلق رب ولا اوضه نوم ولا اي حاجه غير فضل ربنا. في دخل عندك ولا؟ لا والله مش دخل البيت خالص. دخل والله وربنا اللي يعين. طب زوج حضرتك شغال ايه؟ على والله على قد. طبعا ما فيش اي ما فيش الا غرفه دي وزمان شايف كده جريد وحاجات كده بس. اي والله يا شيء. وبعدين في بيت تاني بالايجار. ناشد اهل الخير دلوقتي انت محتاجه ايه؟ محتاجه زعدون يعمل لي اوضه وحمام اقعد فيه من ورايا. طب الحاج مباسم يا جماعه بتناشد اهل الخير من خلال مؤسسه فيكم الخير، بتقول لكم يا اهل الخير انا محتاجه طلب واحد بس، ليا حلم محتاجه الحلم ده يتحقق، محتاجه ان انا سقف اوضه واحده بس، غرفه واحده بس، يعني ده البيت طبعا كله ما فيش سقف خالص. فهي بتقول بس الجريد ده يا جماعه بينزل عليا مطر في الشتاء، ما بعرفش انا واولادي وجوزي ننام، فمحتاجه من اهل الخير مساعده، محتاجه من اهل الخير نظره رحمه. بتقول حاجتين بس يا جماعه، غرفه النوم تتسقف ومحتاجه الحمام كذلك يتسقف. طب سعر التسقيف كام يا جماعه؟ احنا بنسقف البيت كله ب 30,000 جنيه، الغرفه سعرها 10,000 جنيه، يعني نقدر نسعدها ونساعدها ب 10,000 جنيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله
في الدنيا وفي الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم. ليه يا رب؟ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب، لما الإنسان يموت يقول رب، رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أول حاجة يا جماعة يتمناها الميت لو ربنا سبحانه وتعالى بعث له روح مرة ثانية أن يتصدق. ليه؟ لما وجد من عظم الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. واخد بال حضرتك معايا؟ فإحنا محتاجين ما ننساش الحاجة مباسم. حاجة مباسم يا جماعة محتاجة حاجتين: تسقيف غرفة نوم ليها والبيتها والجزة، وحمام. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مباسم إحنا كده بنصور وهنزيع. عندك مشكلة؟ لا مش مشاكل. مش مشكلة إن شاء الله. أسست فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم بإيديكم هنوفر لهم حياة. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما شفنا التقرير يوجع القلب وبياخدني كده سريعا. أستاذ شناوي من فضلك نزل لي التوي للسقف. بياخدني سريعا، احنا لما بنتحر او بنبقى بردانين او ولادنا في البرد نازلين يستنوا اتوبيس المدرسه، بنبقى حريصين قوي ان هم يبقوا مستورين. ده حتى دي الدعوه اللي بندعيها على طول. انتوا متخيلين ان في ناس زي اللي هنشوفهم امامنا دلوقتي على الشاشه، من فضلكم يا شباب تنزلوهم، متخيلين ان الناس دي حياتها؟ يعني هو الصبح مكشوف ومش مستور، الظهر الدنيا حر، الدنيا برد، الدنيا هوا، في رياح، في اي حاجه، هو دي حياته. بالليل عقارب بقى، تعابين، رياح، مطر، ايا كانت دي حياتهم. احنا ما بنستحملش 5 دقايق ولادنا يستنوا اتوبيس المدرسه، او احنا نقف نستنى مواصلات، او ان احنا نروح مشوار والجو وحش قوي يقول لك لا احنا عايزين اجازه مش قادرين نتحرك. دي الناس دي حياتها. فضيله الشيخ كارم ممدوح، تعليق حضرتك إيه؟ لأنك كنت في قلب الحدث. أصعب حاجة للأسف أن أنا كنت في قلب الحدث، لأن أنا فعلا لمست هذا الأمر يعني على أرض الواقع. أنا عايز أقول لحضرتك يا دكتور نانسي، أنت حضرتك بتكلمين على أتوبيس مدرسة وبتكلمين على كذا وكذا، الناس دي ما عندهمش يعني أسس الحياة، فضلا عن التعليم، فضلا عن التعليم، فضلا أن الناس دي مش لاقية مكان يقويها ويحميها من برد الشتاء وحرارة الشمس في الصيف. الناس دي لا تأمن على نفسها يعني أن تبات ليلة واحدة في أمن وأمان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن من بات آمنا في سربه معافا في بدني عند قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، النزل والله العظيم لم يجد ولا مأمن في سربه، ولا يجد قوت يومه، ولا يجد حتى معافاة في جسده. الناس دي كلها للأسف أمراض، ما فيش مكان احنا أصلا واقفين نصور أو نعمل التقرير، مش لاقيين مكان يعني نقعد فيه. واضح قدامنا اهو، ما فيش يا دكتور، انت حضرتك شايفها يعني مكان مهمش. الجريد ده والكلام الموجود ده يعني انقرض من مئات السنين، لا زالت الناس دي عايشه بالجريد ده، ولا زالت الناس دي يعني هي بتقول والله ما لاقي مكان اجتمع بيه مع زوجي، مش لاقي مكان يقويني غرفه واحده تجمعني مع زوجي مع اولادي. امال بتنام ازاي؟ زوجها بينام عند حد وهي بتنام عند حد، والاولاد في مكان تاني. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والايه؟ الاخره. احنا كلنا يا دكتوره محتاجين لستر ربنا، كلنا اصحاب ذنوب، كلنا اصحاب معاصي. ده اللي احنا بنتكلم فيه في شهر رمضان كمان. الله يفتح. وكلنا في شهر رمضان النهارده بنقول يا رب سترك علينا وعلى اولادنا وعلى منا وعلى كل شيء، واحنا ما سترناش الناس دي. ربنا بيقول في القران: وفي اموالهم حق معلوم لمين يا رب؟ للسائل والمحروم. سائل اهو، سائل مباسم اهي، بتقول لك يا كل من انعم الله عليه بنعمه المال، يا كل من كان امنا في سربه، يا كل انسان ربنا صلى انعم عليه بنعمه المنزل، يا كل انسان ربنا صلى انعم عليه بنعمه المال،
انظر إلي في شهر رمضان نظرة رحمة. هي أملها في الحياة حاجتين بس اتنين، هما بتقول أنا محتاجة غرفة، غرفة نوم واحدة، مع إنها البيت كله ما فيهوش أصلا سقف، بتقول أنا محتاجة غرفة نوم ومحتاجة حمام. غرفة النوم حمام بس تقضي فيها حاجتها. غرفة النوم أو تسقيف الغرفة الواحدة مع مؤسسة فيكم الخير سهمها 5000 جنيه، تسقيف البيت كامل وسقف البيت كامل 30000 جنيه. احنا بنقول لكل سامعينا وكل مشاهديننا عشان تستلذ بالطاعة وتستلذ بالغفران وتستلذ بالقرب من الرحمن في شهر الخير شهر رمضان، قرب بالناس دي. لما جاء واحد شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة في قلبه، بيقول له يا رسول الله انا بصلي بس مش لاقي لذة ولا حلاوة الصلاة في قلبي، انا بصوم بس مش لاقي حلاوة الصيام، انا بتصدق بس مش لاقي حلاوة الصدقة. سيدنا النبي قال له ايه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح على رأس اليتيم ورعى المساكين والفقراء والمحتاجين تجد هذه الحلاوة ويلين هذا القلب. الله، يعني علاج قسوة القلب البني ادم اللي شايفنا دلوقتي وحاسس انه قاسي شوية كده مع حد يطلع صدقة. صحيح طبعا، طلع صدقة. اشعار الهولاء قربي من الناس دي، عيش واستشعاري الناس دي عايشة ازاي، يعني كم النعم اللي احنا فيها بجوار الناس دي، يعني احنا نسأل والله، والله العظيم كلنا احنا نسأل. اغنى اغنياء بالمناظر اللي بنشوفها دي. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا مستورين في بيوتنا. المرأة لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة كبيرة في السن ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان لي حاجة، انا لي حاجة بس انا عندي مصلحة يا رسول، محتاجة تساعدني. قام اليها النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم، ما قالش روح لابو بكر او روح لعمر او روح لعثمان او روح للمؤسسه الفلانيه، لا قام بنفسه صلى الله عليه وسلم وقال لها اسلكي اي طرق شئتي. حاجتك ايه؟ مصلحتك ايه؟ انت محتاجه غرفه ميه؟ لا ده انا هجيب لك، هسقف لك الغرفه واعمل لك حمام سارعه وهجيب لك كذا. سارعه وسابقه، كل الاوامر اللي تقربنا الى الله فيها المسارعه والمسابقه. جميل. طيب دلوقتي اي حد بيتفرج معانا على التقارير دي وعايز يساعد عن طريق مؤسسه فيكم الخير يعمل ايه؟ اتصل حالا على مؤسسه، على الارقام اللي حضرتك شايفها دلوقتي على الشاشه، اتصل على المؤسسه قول لهم يا جماعه انا عايز اساعد ام باسم، انا هسقف لام باسم البيت كله ب 30000 جنيه. الله. مبدا زهيد بالنسبه له وبالنسبه لك وبالنسبه لكتير جدا جدا. أو يجمعوا لو حد معهوش مبلغ كامل عزايم رمضان، بدل ما بتاخدوا حلويات وبتترمي وبدل ما بناخد هدايا ملهاش لازمة ونجيب حاجات في البيوت زيادة عن حاجتنا، روح وانت داخل كده على حد من حبايبك وقرايبك، وصل باسمه ان انت اتبرعت في بيت ام باسم او في وصلة مية او في تزويج بنت شابة او في اي حاجة تكون فيها خير. صدقوني والله العظيم دي بتفرح فرحة. هحكي لكم على موقف، بس الاول يا شباب التقرير جاهز ولا لا؟ جاهز؟ طيب يلا نطلع مع بعض نشوف تقرير ونرجع تاني احكي لكم حته موقف هيأثر فيكم جدا ان شاء الله. ما تنسوش نصلي مع بعض على الحبيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا جينا شفنا النهاردة حالة يا جماعة في محافظة بني سويف، حالة صعبة جدا جدا. الحالة دي يعني لسان حالها وهيئتها بتقول ان هي في كرب شديد، كرب شديد جدا جدا، لما يكون لسه ست صغيرة في السن وجوزها يسيبها ويمشي ما تعرفش عنه حاجة ومعها اولاد، وربنا سبحانه وتعالى يبتليها في هؤلاء الاولاد، صعب جدا. اغلى حاجة في حياة كل انسان فينا اولاده، فلذة كبده، قرة عينه، ريحانة فؤاده. الاولاد دولت لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك فيهم يبقى ابتلاء شديد جدا جدا. لما الابتلاء يشتد عليك ان انت مش معاك حتى تصرف على الاولاد ولا قادر حتى تقعد الاولاد ده في بيت، اشد واشد. جينا مع حضراتكم النهارده عشان نوصل صوت الاستاذه والحاجه ام محمد لحضراتكم، تشوفوا كم المعاناه والحزن اللي على وشها واللي هي تقولكم عنها. تعالوا مع حضراتكم نشوف ام محمد ازاي نساعدها وايه هي اللي عندها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا محمد عامله ايه؟ كويس الحمد لله. محتاجه بس ان انا اقعد اخرج ان نقعد بعيالي في اوضه، لو اوضه واحده بس الم عيالي في وسطي، ما هي عيل مريض عند دب في القلب، لو سمحت بس ساعدنا لو في اوضه واحده بس الم عيالي فيها اي حاجه وخلاص. جوزي وقعنا بقى على بلا الله، جوزي المره يلاقي شغل ومره ما يلاقيش، مش محتاجين ان اي حاجه بس اعملها بس الاوضه، اوضه واحده بس ابن ادنها بس واحد بعيالي بيها. ابنك اللي عنده صب في القلب ده محتاج عمليه ولا حاجه؟ محتاج عملية، كل شوية ترمي منه وودي المستشفى تحجز بيه. مش أي دخل عندك؟ مش أي حاجة. بتقولي أهل الخير اللي هيساعدوك وشايفينك. أتمنى منكم إن تساعدوني بس أعمل أوضة واحدة بس، وأتمنى بقى لعيالي
أو ببيع عيال بدل من أعتقد أي حاجة. زادوني إلى يا أخي للخير، طلب منكم حاجة واحدة بس، إنك ساعدوني في البيت. لو هذا وعدة بس أعود فأبيع عيالي. دمعات أم محمد يا جماعة غالية علينا قوي، دمعات أم محمد للأسف يعني بتقطع قلبنا كلنا. الدمعات دي يا جماعة مش نازلة بسهولة، الدمعات دي نزلت بعد كم من الألم وكم من الوجع وكم من الأسى. قد إيه الدمعات دي صعبة علينا جدا جدا لما نسمعها ونقدر نساعدها وما نساعدهاش. قد إيه ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا كلنا عن كل دمعة نزلت من أم محمد وإحنا خزلنا أم محمد، ما تفعلناش مع أم محمد، للأسف تكاسلنا إن إحنا نساعدها. أنا أستحلفكم بالله أن تساعدوا الحاجة أم محمد، نساعدها يا جماعة. هي أملها بتحلم حلم واحد بس، بتقول يا جماعة أنا محتاجة غرفة أبات فيها مع أولادي، غرفة سقف بيت واحد. الغرفة يا جماعة تسقفها 10,000 جنيه. أنا بقولك ساعد أم محمد، امسح الدمعات عن أم محمد، حول الدمعات دي يا جماعة لدمعات فرح، خفف عنها الألم اللي هي عايشاه والوجع والمسؤولية الكبيرة. ابنها عنده صب في القلب كل شوية يغمى عليه، بتقول والله كل شوية يعني ولد يغمى عليه. هي اجتمع عليها زي ما قلت مرين، مر الفقر والعوز والحاجة والابتلاء في الأولاد، ولا هي قادرة تصرف على أولادها ولا هي لاقيه مكان يقويها هي واولادها. مع مؤسسه فيكم الخير ان شاء الله كلنا فينا الخير، وكلنا باذن الله هنتصل عشان نساعد ام محمد، عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. ام محمد احنا كده بنصور معاكي وهنذيع الكلام ده على التلفزيون، في مشكله؟ مؤسسه فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بايديكم هنوفر لهم حياه. مؤسسه فيكم الخير، الخير منكم وليكم. الدموع دي غالية قوي، ان البني ادم يتحط في موقف ذل انه يطلع وعارف ان ملايين الناس هتشوفه وبيستغيث عشان يبقى عنده سقف، دي كبيرة قوي مش اي حد يقدر يعملها. واكيد الست الجميلة دي عمرها ما كانت هتطلع قدامنا كده والدموع اللي نزلت من غير ما تحس وهي بتستغيث سواء بعلاج ابنها البيبي اللي عنده ثقب في القلب او ان هي نفسها في أوضة تعيش فيها لان جوزها سابهم ومشي. اكيد الحالة دي قدامنا اللي ربنا سخر كل واحد فينا ورسالة جاية لكل بني ادم شاف النهاردة تقرير ام محمد وام باسم، اكيد الرسالة دي جاية لسبب ما. فاتمنى اتمنى ان احنا نقدر نساعد ولو بالقليل. فضيلة الشيخ كارم ممدوح، هل أي حد بيسمعنا النهاردة ومعهوش المبلغ كامل يقدر يشارك ولو بجزء، ولا لازم الحالة بيتم التكفل بها كاملة على بعض؟ لا طبعا يشارك بأي جزء، أي جزء ربنا سبحانه وتعالى يكتب له. إذا كانت نيته أنه يساعد الحاجة أم محمد ويسقف لها البيت أو يعمل لها غرفة ومش معلم مبلغ بس بسيط جدا جدا، يساعد ويتصل على المؤسسة، وإن شاء الله بإذن المؤسسة تجمع أكتر من سهم وتبني لها إن شاء الله البيت. أنا عايز أقول بس حضرتك يا دكتور هانسي إن الفقر مر المذاق، يعني الفقر صعب جدا جدا. هذه المرأة عندما تبكي والله العظيم بكاءها أصف في الواحد جدا جدا، يتمنى الواحد يعني ما كانش شاف المواقف دي، بس احنا اتحطينا فيها من اجل ان احنا نوصل صوت الناس دي للناس كلها. نقول للناس يا اللي بتجتمع على سفرتك في رمضان ما شاء الله صنف واثنين وعشر اصناف من الطعام، في ناس والله ما لاقيه لقمه، في ناس والله العظيم دي طلعت ورانا يا دكتوره نانسي بره تقول طب شوفوا لي اي حاجه غطا بس اتغطى دي، والله بتقول طب يا جماعه شوفوا لي غطا. بحسنا في السياره اللي كانت معانا بفضل لنا يعني ايه يعني بطانيه، خدنا البطانيه وعطنا لها فرحتها ببطانيه بسيطه جدا ثمنها 200 جنيه، 250 جنيه. انا عايز اقول لحضرتك اكانها قدمنا لها ايه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الاعمال قال سرور تدخله على قلب مسلم، لان كسره القلب صعب قوي أوه. ودمعة العين لما تنزل بعد انكسار صعبة قوي، صعبة أكتر، والعوز والحاجة والفقر أصعب وأصعب. ولما يكون ابنك فلزة كبدك وقرة عينك وريحانة فؤادك واللي انت بتتمناه من الدنيا كلها قدام عينيك مش عارف تساعده أصعب وأصعب. كلهم اجتمعوا على محمد، كلهم سيدنا النبي يقول مين اللي هيسارع وهيساعد معانا وهيمسع دمعات محمد؟ والله العظيم وأنا أقسم لك بالله وإحنا على الهواء إن إحنا لو ساعدنا أم محمد ومسحنا دموعها أفضل عند الله من صيامنا شهر رمضان. الله 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 صلى الله عليه وسلم الله. أفضل الأعمال قال سرور تدخله على قلب مسلم. لا ده دي غثة ملهوف سرور تدخله وجبر خاطر فيها وصدقة اجتمع فيها جميع جميع الخير
عايز تخش ربنا من جميع ابواب الخير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح في الصباح وقال من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا، من صدق منكم صدقه قال ابو بكر انا، من فعل منكم كذا وظل النبي وعدت قال ابو بكر انا، قال ما اجتمعنا في احد الا وادخله الجنه. الله الله. فسيدنا ابو بكر بيقول قال ومن امتي من تفتح له ابواب الجنه الثمانيه الا يساعد ام محمد، ان شاء الله ربنا يفتح له ابواب الجنه، ربنا هيفرش كربه، ربنا هيزول همه، ربنا يسره في الدنيا ويسره في الاخره ان شاء الله. تعالى بقى مولانا نعمل مبادره النهارده في باب نور، واحنا متعودين على المبادره بتاعه رمضان ان كل واحد فينا النهارده رايح عزومه، رايح يبارك لحد، رايح يعمل يجامل حد، يساهم وياخد الوصل يحطه في ظرف. انا كنت بقول لكم على موقف حصل لي مره، جالي دعوه فرح فيها الدعوه اللي بتيجي الكارت دي جوه ظرف ومعاها وصل تبرع في احدى حالات يعني حد مريض قوي يعني، بس في مؤسسه. قد ايه فرحت والوصل ده باسمي، قد ايه كنت سعيده ان الهديه دي، اصل لو جاب لي اي حاجه للبيت الحمد لله الواحد عنده، لو جاب لنا شوكولاته برضو استهلكت وخلاص عندنا، ولكن قد ايه حد يفكر فيك انه مش بس هو اخذ ثواب انه عملها، لا ده كمان بيهديك بحاجه تنفعك في الدنيا وفي الاخره. تعالوا نعمل المبادره دي، احنا وجيراننا، احنا وجروب الدفعه، احنا وقرايبنا، احنا واصحابنا، كل جروب من الاصحاب يلموا ويساعدوا في حالة من حالات مؤسسة فيكم الخير. اتصلوا بيهم دلوقتي يعني سريعا يا مولانا، ايه الانشطة اللي بتقدموها؟ عندنا فضل تعالى انشطة كتيرة جدا، مننا تصقيف المنازل، وعندنا فضل تعالى مساعدة الفتيات على زواج اليتيمات، وعندنا فضل تعالى مساعدة الجماعة المحتاجين، وعندنا فضل الله مساعدة المرضى وكل شيء. كل باب من ابواب الخير تسلكه المؤسسة فضل الله. وسط المية مع مؤسسة فيكم الخير، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة وشركة المية وبين وزارة التضامن ومؤسسة فيكم الخير. جميل. على حسب المؤسسة اللي بتعملها شركة ايه، شركة المية. احيانا بتصل مثلا وسط المية 7000 جنيه واحيانا 10000 جنيه على حسب بعدها من مصدر المية. للاسف بتحدد وسط المية 5000 جنيه. طبعا احنا فضل تعالى ما نحددش المبلغ الا بعد ما المؤسسة بتعمل. جميل. تسقيف البيت مع مؤسسة فيكم الخير، البيت كامل 30000 جنيه، سهم الواحد من 5000 ل 10000 جنيه. البنت ومساعدة اليتيمات على وتجهيز اليتيمات في الزواج والعرس وغيرها، ساعدهم باي حاجه بفضل تعالى بنقبل كل المساعدات. جميل. اليوم ان شاء الله يعني ربنا يتقبل منا ومن حضراتكم. آمين. جميعا فضيله الشيخ كارم ممدوح من علماء الازهر الشريف، نورتنا النهارده يا مولانا، وبشكرك جدا لمعلوماتك القيمه. ربنا يكرم حضرتك. أعزائي المشاهدين، هنطلع دلوقتي نشوف مع بعض تقرير أخير، بس أنا هسلم عليكم قبل ما نطلع للتقرير، وبإذن الله تعالى أشوفكم بكرة على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من حلقتنا في باب نور، ويا رب نكون ضيوف خفاف عليكم في شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. بحبكم جدا جدا وبتوحشوني، وبنتظر رسائلكم ومتابعتكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وإن شاء الله بدعي يا رب أكون دايما عند حسن ظنكم. ما تنسوناش بدعوة بظهر الغيب، ولكم المثل وزيادة، وإن شاء الله أراكم بكرة في نفس الموعد، وما تروحوش في أي حتة، وانتظرونا في باب نور. وإلى التقرير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. كانت معكم نانسي توفيق في باب نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة لما تلاقي ست كبيرة في السن مسنة، ست أرملة معها أولاد، منهم المريض ومنهم اليتيم ومنهم صاحب الحاجة، للأسف أنت بترك عندها وتحن. لما تلاقي الحاجة أصلا مصابة أصلا وتعبانة وهي أصلا مريضة، الحاجة جماعة بتطلب منها طلب واحد، بتقولي أهل الخير يا اللي سامعيني وشايفيني، أنا أختكم الحاجة أم أحمد من محافظة بني سويف، بناشد أهل الخير كلهم إن هم يساعدوني، محتاجة سقف بيت، محتاجة فرش بيت. تعالوا مع حضراتكم نسمع ونشوف الحاجة أم أحمد كم المعاناة اللي هي عايشاها وإزاي نقدر نساعدها. السلام عليكم. أنا وبركاته. إزيك يا حاجة، عاملة إيه؟ الحمد لله يا ابني. محتاجينش السقف بالبيت ولا باب للباب دي، زي ما أنت شايف كده النظرة بتنزل علينا، واللي ما بتنزل علينا من شايل النوع. والحالة يعني مش مسامحة ان احنا نجيب حاجة، احنا على القد، بس شوية خشب باب اي حاجة، ما اناش عيلتي اشتغل يعني ولا حاجة. محتاجة شوية الخشب ولا باب للحمام ولا باب لدي الباب كله زي ما انت شايف كده. انت عايشة ازاي حاجة في الشتاء دي المطر والحاجات؟ هنعمل ايش؟ ما احنا يعني مثلا لما المطر بتنزل بتعملي ايه؟ هنعمل ايش يا ابني؟ عادي صبورين تحت وحد ربنا. طب والمطر بيعمل ايه في الارض؟ بيبقى مية من والبيت مليان مية.
طب اولادك بيناموا ازاي؟ انا مش شايف فرش، احنا قاعدين دلوقتي على مكان عشان نقعد عليه، قعدنا يجي ساعه عشان نعرف نقعد. يعني حاطين كنبه جوه بنقعد عليه. وبتاكلوا فين وتشربوا فين؟ بنشرب في الاوضه هي هي. طب الحلل دي والاواني دي اللي انتوا بتستخدموها؟ هي دي بس اللي احنا بنستخدمها، عندنا صغيره وزي ما انت شايف ما فيش حاجه، الباب كله قدام. تقولي ايه لاهل الخير عايزين يساعدوك؟ يصلح حالهم ربنا، يبارك لهم في صحتهم، يساعدونا ويجيبوا لنا حاجه للبيت. مين اهل الخير معانا اللي هيشوف الحاجه ام احمد وان شاء الله باذن الله يحقق حلمها؟ مين اهل الخير اللي هيمد يد الخير للحاجه ام احمد ويتصل دلوقتي ويساعد الحاجه ام احمد؟ مين يا جماعه اللي يتفاعل معانا ويناشد معانا اهل الخير ويدلهم على الحاجه ام احمد؟ الحاجه ام احمد يا جماعه ست كبيره زي ما قلت في اول تقرير، مسنه والله، هي مريضه وعندها اولادها فيهم المرضى وفيهم اليتيم فيهم المحتاج، وظروفها ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم ظروف وكم المعاناه اللي تعيشها الحاجه ام احمد. محتاجين عطاياكم، محتاجين صدقاتكم، محتاجين نفقاتكم مع مؤسسه فيكم الخير. انا عايز بس اقول لك حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمناه صلى الله عليه وسلم وقال لنا وحسنا كلنا ان الانسان اللي يعمل خير في الدنيا هيلقاه في الاخره. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره. اتق النار، اعمل حاجز بينك وبين النار ولو بشق تمره، ما بالك ان انت هتعمل حاجز بينك وبين النار بسقف بيت 38,000 جنيه، السهم ب 5,000 جنيه، هتعمل ستر بينك وبين نار جهنم ان انت تجبر بخاطر الحاج ام احمد. سيدنا سفيان الثوري يقول والله ما وجدت عبادة افضل من جبر الخواطر على الله، فمن جبر خاطر اخاه المسلم في الدنيا جبر الله خاطره في الدنيا والاخرة. مع مؤسسة فيكم الخير ان شاء الله كلنا فينا الخير، وهنفعل الخير ده ومش هنحرم الناس دي من الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاهن مع مؤسسة فيكم الخير. طب يا حاجه هنصور ان شاء الله. تمام ماشي يا ابني. عندك مشكله في التصوير؟ لا صور يا ابني. طب تمام تحت امرك. مؤسسه فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بايديكم هنوفر لهم حياه. مؤسسه فيكم الخير، الخير منكم وليكم.